معاكم الدكتور نبيل فوزي، استشاري طب الأطفال. هنتكلم دلوقتي عن علاج فيروس الكورونا. الحقيقة مفيش حاجة اسمها علاج لفيروس الكورونا. كل يوم عن تجربة معينة دولة بتعملها بتنزل بروتوكول، وممكن يتغير من في الوقت من ساعة للتانية. انت ما تشغلش بالك، يعني انت حضرتك جالك برد زي اي حد بيجيله برد، شوية حرارة، شوية عطس، شوية كحة. انا بعزل نفسي احتياطيا وباخد علاجات طبيعية خالص، يعني عندي حرارة اخد باراسيتامول، عندي برد اخد انتهستامين، يعني بعالج الاعراض سيمتوماتيك تريتمنت. ما بشغلش بالي خالص ان في علاج، عشان دي مش شغلتنا احنا يعني، او مش شغلة العيان. موضوع الكلوروكوين والحاجات دي طبعا انتشر، برضو حضرتك حتى لو عندك مش هتاخده، ممنوع تاخده غير بإذن معين أو مرحلة معينة من المرض. لكن طول ما أنا عيان أنا بعزل نفسي وباخد الحاجات العادية، السوائل والأكل الخفيف والراحة التامة، الباراسيتامول، وإن شاء الله بخف عادي خالص. فأنا ماليش دعوة بالعلاج، لكن لا قدر الله اتطورت الحاجة واحتاجنا العلاج اللي هو نفس ضيق والأعراض ظهرت بجد، أنا بروح المستشفى. برضو حضرتك مالكش دعوة بالعلاج، ده بروتوكول المستشفى، هم هيحطوا البروتوكول المناسب ليك حسب حالتك وحسب سنك، حسب حاجات كتيرة قوي. فأنا بسيب العلاج ده للمختصين، أنا كعيان ماليش دعوة بالعلاج، بعمل اللي عليا والدكاترة تعمل اللي عليهم. شكرا.